أنا وائل السيسي، المدير الفني لأكاديمية نادي الجزيرة. في البداية بحب أشكر شركة دول الاتصالات وبشكر أكاديمية الاتحاد لكرة القدم على إنشاء أو إقامة بطولة للأكاديميات الخاصة. دي فرصة كويسة جدا بالنسبة للأولاد أو اللاعبين اللي موجودين عندنا في المراحل السنية اللي هم ما بيلعبوش بشكل دوري في المباريات الرسمية في الدوري العام، إن هم يلعبوا بلاينج تايم أو وقت لعب أطول خلال الأسابيع، ودي بتتيح لنا أو بتتيح للمدربين كمان إن هو يكون الأولاد أو اللاعبين جاهزين فنيا وبدنيا في حالة إن المدرب بتاع الفريق احتاج لأي لاعب منهم في خلال الفترة المستقبلية. بالنسبة بخصوص المباراة بتاعت اليوم، كانت مباراة أول مباراة مع النادي العين. من وجهة نظر الفنية أنها كانت مباراة قوية، كان فيها التحامات، كان فيها شكل كويس. أنا مبسوط جدا من أداء اللعيبة بتاعتنا النهاردة، أدوا مباراة بشكل كويس، ما كانوش موفقين على المرمى، بس النتيجة مش مهمة بالنسبة لنا. كان المهم بالنسبة لنا إن اللعيبة تلعب وناخد فيها الناحية الفنية والنواحي البدنية. وفي النهاية بحب أشكر شركة دو وأكاديمية الاتحاد لكرة القدم.